نتكلم في أعيادنا عن أخلاقنا في ظلال قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ما أعظم هذه الأخلاق التي امتلأ بها قلبه صلى الله عليه وسلم، وهي أثر عن رحمة الله سبحانه، أثر عن رحمة جعلها الله في قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام القدوة العظمى وساد الخلق واهتدى به الخلق واجتمع عليه الخلق واتلفت عليه القلوب بهذه الأخلاق العظيمة، لين ورحمة في القلب، رقة وعذوبة وطيب في الكلام، عفو وتصافح وصفح وتسامح، بل وأكثر من ذلك، قد يذنبون وقد يخطئون حتى في حق الله سبحانه فيستغفر لهم ويدعو لهم، فتقوم هذه الصلة القلبية وهذه الصلة الروحية بينه وبينهم صلى الله عليه وسلم، وهو يعفو عنهم وهو يستغفر لهم، وهم على كل حال لا يقطع دونهم أمرا صلى الله عليه وسلم إلا ويشاورهم ما لم يكن الوحي، وهو النبي العظيم، ويخاطب بهذا الخطاب: أنك لو لم تكن كذلك لانفضوا من حولك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يكن في قلبه هذه الأخلاق العظيمة التي تجسدت منهج حياة في حياته وسلوكه وكلامه عليه الصلاة والسلام وكل علاقاته، لو لم يكن كذلك لانفضوا من حوله. فماذا نقول في حقنا؟ وأين الاقتداء به عليه الصلاة والسلام على كل المستويات؟ وما أحوج الأمة أن تنظر في هذه الأخلاق فتتعامل على أساسها في كل مستوياتها. عندئذ تحكم هذه الأمة أمرها، وعندئذ يسود الود والائتلام والائتلاف فيما بينها في علاقاتها. عندئذ تكون وحدة الأمة، وعندئذ تكون قوة الأمة، وعندئذ تكون ويكون اجتماع الكلمة. ولو أردنا أن نستعرض مواقفه عليه الصلاة والسلام تجسيدا لهذه المعاني، قطعا يطول بنا المقام، لأننا عندئذ بحاجة أن نستعرض سيرته كلها صلى الله عليه وسلم. لكن يمكن أن نلفت النظر إلى بعض آثار هذه العلاقة الخاصة بينه وبين أصحابه صلى الله عليه وسلم، إذ تجسدت هذه المعاني وهذه الأخلاق العظيمة فيه صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. سعد بن الربيع وهو في لحظات النزع، وكم يكون الإنسان في هذه اللحظات، وكم يعاني هذا الإنسان في هذه اللحظات، في لحظات النزع إثر جراح عميقة،
ومع ذلك إن ينسى فلا يمكن أن ينسى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أقرئ مني رسول الله السلام وأبلغ أصحابي أنه إن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف فلا عذر لكم عند الله، لا يستشعر لا يستذكر شيئا إلا حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا جميعا في هذه اللحظات الصعبة الشديدة. إنه الحب الذي امتلأت به القلوب لأنه ساد القلوب وتربع على عرشها صلى الله عليه وسلم بهذه الأخلاق العظيمة التي نحن جميعا مدعوون إلى الاقتداء به فيها والتحقق بها جميعا على كل المستويات. عندئذ نكون أمة واحدة، وعندئذ نستطيع أن نقف في وجه كل التحديات وأمام كل الأخطار، نستعرض أو نستذكر في هذه اللحظات موقفا آخر عندما يدعى خبيب رضي الله عنه إلى القتل فيقال له وكأنه يقال له بلسان الحال: إن سبب ما أنت فيه هو محمد صلى الله عليه وسلم، أو إن محمدا هو سبب ما أنت فيه، أتود أن محمدا مكانك الآن وأنك عند أهلك؟ فيقول: والله ما أود أني عند أهلي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يشاك شوكة. هذا هو الحب، هذه العلاقة الحميمة، هذه العلاقة الخاصة بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، بعظيم أخلاقه التي تجسدت فيه صلى الله عليه وسلم. فقه الصحابة هذا المنهج في هذا الإسلام العظيم، وفقه أن ديننا يقوم على أساس التوحيد وعلى ركن الأخلاق أيضا. بعد ذلك عندما يقف جعفر بن أبي طالب أمام النجاشي فيلخص له الإسلام بكلمات، عندما تعود إلى هذه الكلمات فتستقرئها وتتدبر فيها تجدها أنها قامت على أساس التوحيد والأخلاق وليس غير ذلك، فتجده يقول: كنا قوما نعبد الأصنام، أو كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الرحم ونسيء الجوار ونأتي الفواحش، فبعث الله فينا رجلا نعرفه، نعرف فيه صدقه وأمانته وعفته ونسبه. إنها الأخلاق، نعرف فيه صدقه وأمانته وعفته ونسبه، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصدق وأداء الأمانة وصلة الرحم وأن نحسن الجوار وأن نكف عن المحارم والدماء. هذا ما أمرنا به الإسلام، أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بصدق الكلمة وأداء الأمانة وصلة الرحم وأن نحسن الجوار وأن نكف عن المحارم والدماء. فكم تحققت الأمة بفقهها، أو كم فقهت الأمة هذه الكلمات، وكم فقهت دينها، وكم ترجمت ذلك إلى واقع حياة على كل مستوياتها. فلا يمكن أن تطالب الشعوب بهذه الأخلاق دون أن يكون من هو قدوة، ودون أن يكون من هو إمام، ودون أن يكون من ذا مسؤولية، أي مسؤولية في الأمة قد تجردت عنه بعض هذه الأخلاق لا سمح الله. لكنه عندما تتكامل الأمة على كل مستوياتها بهذه الأخلاق، عندئذ تكون هذه الأمة عصية، عصية على كل مؤامرة أو كل تحدي أو كل مشكلة،
ولا يمكن أن تطالب جهة دون أن تطالب الجهة الأخرى، ولا يمكن أن يطالب الآخر دون أن أكون أيضا أنا قد تحققت في نفسي في ذلك. كم يفقه الدعاة أيضا هذا المنهج في هذا الدين، فيقوم منهج الدعاة قبل غيرهم على أساس هذه الرحمة، وعلى أساس هذه الرقة في طيب الكلام، وعلى أساس هذا اللين في القلب، وعلى أساس هذا العفو والتصافح والتشاور والصفح فيما بيننا، وأن تكون علاقتنا علاقة الاستغفار. أستغفر الله لك في ظهر الغيب، وتستغفر الله لي في ظهر الغيب، فتكون بإذن الله تلكم الدعوات دعوات مستجابة بإذن الله تعالى. فقه الصحابة هذا المنهج، فنجد أبا بكر الصديق في أول بيان له بصفته خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجسد هذا المنهج على أعلى المستويات. وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني. كل كلمة تحتاج أن نقف عندها وقفات في الحقيقة، لأنها تمثل منهج حياة، وتمثل قوة الأمم، تمثل وجود الأمم، تمثل دعوة الأمة، تمثل انطلاقة الأمة، تمثل حفظ الأمة من الفتن ومن العاديات إلى غير ذلك. وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة. إذا لم يجدوا فيه كمال الصدق وقوة الأمانة، كيف يمكن أن يكون قدوة؟ وكيف يمكن أن تكون طاعة؟ وكيف وكيف؟ الصدق أمانة والكذب خيانة. الضعيف عندي قوي حتى أزيح علته، والقوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل، وما شاعت الفاحشة في قوم إلا عمهم البلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فيكم، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. هكذا قال أبو بكر الصديق، ونحن نقول من بعده. أقول قولي هذا وأستغفر الله.